يعني بالمجانية، وهي اللي كتساهم في الكلية الرياضية وفي كلية النشط. أخيرا من المادة 231 من القانون التنظيمي 113/14 متعلق بالجماعات، على أن مجلس المقاطعة يمارس لحساب مجلس الجماعة وتحت مسؤولية هذا الآخر ومراقبته صلاحيات إقامة، شوف المقاطعة اختصاصات ديالها، حنا اللي مخلي الاختصاصات ديال المقاطعة يعني مهمولة، مخلي المواطن عرضة للتشتت، ما عارف عند من يمشي وشكون غيطلب باش يحقق يعني واحد المبتغى ديال ينمي الرياضة ديالو في الحي ديالو. إقامة تجهيزات تالية وبرنامج تهيئة وتعليم. خلاصة القول غنمشي ديريكت لدور الشباب ودور العجزة والأندية النسوية وقاعة الحفلات والخزانات والمراكز الثقافية والمعاهد الموسيقية والبنية التحتية الرياضية، ولا سيما الملاعب الرياضية والقاعات المغطاة والمعاهد الرياضية والمسابح وتهيئة الأزقة. هذه المسابح اللي الآن خصها تكون اختصاص المقاطعة الآنية في جهات أخرى. فيما يخص المقاطعة كنهضر أنني على يعقوب المنصور. شكرا سي فخار. المجلس الجهوي للحسابات، راه التقرير ديال المجلس العلوي للحسابات هو تيقول هذا الكلام وتيدير التوصية ديالو، بما أن فيما يتعلق بتدبير ملاعب القرب فإن تسييرها لا يتم من طرف المقاطعة. لاحظ أنه هو مجلس الجهوي للحسابات، أن تسيير ديال ملاعب القرب لا يتم تسيير ديالها من طرف المقاطعة، بخلاف من طرف رابع أنيماسيون تنشير اللي هي أصلا ماشي اختصاص ديالها. ثانيا لا يتم من طرف المقاطعة بل من طرف الرباط، ماشي كلامي هذا كلام الناس ديال القانون، السلطة القضائية اللي عندها الاستقلالية ديالها. وطويل ما عدا الملعب البلدي بن عاشر اللي عندنا حنا في عقوبة المنصور هو اللي عطاه المقاطعة كتسيرو. أما فيما يتعلق بتدبير جهات القرب السوسيو ثقافية والرياضية المتواجدة تؤكدوا يعني كما تنقولوا حنايا تؤكدوا تلفتينا بقوه الكلام، بقوه يعني ما تخلوش الانسان يستصر في الكلام ديالو ويبقى غادي في الافكار ديالو متناسق معاها ومنسجم مع الموضوع. كديروا ليه السياسه ديال تشردوا ليه الافكار ديالو كتشتتوه. هذا الموضوع راه ما تيضحكش، ولكن هو تيضحك في واحد الناحيه. حنا ولاد الرياضه ولاد ودوزنا الرياضه وكنا كنلعبوا بحريه وكنا كنلعبوا في الملاعب ديالنا بحريه، دابا ولينا مسجونين، خاصنا نبداو نديروا نقلبوا على سته باش نعيطوا الرابع انيماسيون باش تعطينا ساعه نمشيو بحال القفوزه بحال خاصكم ديروا اعاده النظر. ملاعب القرب كانت بالمجانيه للمواطنين، وراه ولاد الفقراء هما اللي تخرجوا كويريه، ماشي راه ما عندوش الناس دابا باقا كتلعب في الشاطيات وباقا تلعب في هذاك الهدف. علاش داروا هاد ملاعب القرب؟ ما خداش الوجهه الصحيحه ديالو بكل صراحه، وحنا راه كنتعرضوا للقمع من طرف هاد الشركات الرباط 300. الخدمه البلطاجيه حنا ماشي ضد سياسه الاثباس ديال السجناء، ان يكون الانسان مسجون ويخرج ويندمج مع المجتمع ويدير، ولكن راه ملي كنمشيو للملاعب راه كنلقاو امور يعني يندلها الجميع. وانا ما عنديش شي منبر فيما نعبر على الراي ديالي من غير هذا المنبر هذا، ما غاديش تقول انا راه كنت نحترم امور كثيره. دقيقه الهضره ما غاتكفينيش لان ما عنديش مع من تنهضر، وكل شيء غايب في هذا المجلس هذا. فبالتالي احنا دابا الان راه كتعاني الناس، كتعاني عندنا، وديروا لنا شي حل مع هذا الرابع انيماسيون ومع الناس ديالنا، ديروا لنا شي حل. الحل هو كونوا شجعان، تكون فيكم الشجاعه لا رؤساء المقاطعات، هذا راه التدبير ديالكم وديال المرافق ديالكم. لا انا ما دافعش عليكم، انتم راه اكثر مني تبارك الله ما شاء الله، واش انا غنبقى ندافع عليكم على حاجه ديالكم؟ وبزاف هاد الشيء هذا. وانا باغي نجي نهضر مع المقاطعه ديالي ونقلب على رابع انيماسيون مو يجاوبني ولا ما يجاوبنيش، هاد الشيء راه ماشي راه حرام هاد الشيء هذا. وهو الواضح راه التقرير وكل شيء واضح والقانون واضح وكل شيء واضح، مالكم علاش خايفين؟ مال الخوف؟ وفي الاخر كونوا شتوك فمنا، حنا غنتعايبوا مع الناس وانتم كونوا زوينين. خرا ما تيسواش، انا ما عندي كونتر حتى شي ضد شي واحد، باش نكونوا واضحين. الوالي خدام وكف وعندو المجال ديالو، وما غيمكنش الوالي عندو الجهه ديالو خدام ما شاء الله عليه، باش ما تبقاوش تحولوا الامور وديروا تخلطوا الشيء. راه تنفهم انا حيت هادشي عشتو كتجربه ديالي، كندخل نهضر على حقوق المواطنين
وكنخرج وكيدوزو المستشار يدخلوا من ورايا ويقول ليه هذاك هذاك راه عاد تيدير وكذا 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 باش يحقق هو المسائل ديالو، حنا غنديروا لك هذا ونزلوا لك غنديروا لك، وما غنبقى نهضر انا راه الشركه.